وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيدي وشطب مكاتب المحاسبة ومراقب الحسابات بالسجل المخصص لذلك وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقب الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيد بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع وشركات ضمان الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة. نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي شاركت وزيره التعاون الدولي رانيا المشاط في اعمال القمه الكوريه الافريقيه الاولى التي تعقد بالعاصمه الكوريه سول ونقلت وزيره التعاون الدولي تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكوري الجنوبي وتمنياته ان ترسخ القمه اسسا قويه للعلاقات الكوريه الافريقيه المشتركه بما يدفع جهود التنميه ويلبي متطلباتها في القاره استضافت القاهرة مراسم التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الإفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتج البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد أفريكسين بنك، وشهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مراسم التوقيع حيث أكد حرص مصر على المشاركة في مبادرة تأسيس البنك والعمل الفاعل في منظومة البنك الإفريقي للطاقة مشدداً على الأهمية القصوى لهذه المبادرة كخطوة هامة لإتاحة الفرصة وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقه الوفيره والمتنوعه في القاره الافريقيه من بترول وغاز وطاقات متجدده. ومن جانبه اشاد الامين العام لمنظمه منتجي البترول الافارقه بالدور المصري في دعم فكره انشاء البنك الافريقي للطاقه منذ عام 2020. <applause> نجحت الهيئه العربيه للتصنيع في الحصول على شهاده الاعتماد الدوليه في مجال التدريب على ماكينات التشغيل المبرمج كاول اكاديميه معتمده في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي في الشرق الاوسط وافريقيا ياتي هذا الاعتماد الرسمي لتعزيز توفير تدريب رفيع المستوى للكوادر البشريه ومواكب لاحدث التقنيات في صناعه التشغيل والتصنيع إنجاز جديد للهيئة العربية للتصنيع في مجال تدريب الكوادر البشرية تمثل في نجاح أكاديمية الهيئة في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية في مجال التدريب على ماكينات التشغيل المبرمجة سي إن سي من شركة دي إم جي مور العالمية كأول شركة معتمدة في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا. خلال الاحتفالية أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف أن هذا الاعتماد الرسمي يعزز توفير تدريب عالي المستوى للكوادر البشرية ومواكب لأحدث التقنيات في صناعة التشغيل والتصنيع تهتم الهيئة العربية للتصنيع بالتدريب وبإعداد الكوادر كوادر الهيئة العربية للتصنيع من مهندسين وفنيين ولهذا أنشأت الأكاديمية أكاديمية أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع رقم واحد في مصر الجديدة وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع رقم اثنين في منطقة حلوان في هذه الأكاديمية نتعاون مع شركة دي ام جي موري في تدريب مهندسينا وفنيينا على احدث وسائل التدريب واحدث البرامج التي تنتجها شركة دي ام جي مور الألمانية رئيس مجلس إدارة شركة دي ام جي مور العالمية أشاد بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع موضحا أن الهيئة تمثل شريكا أساسيا في بناء وتطوير مهارات الكوادر البشرية داخل مصر وجميع الدول العربية والإفريقية هناك تعاون كبير مع الهيئه العربيه للتصنيع كمركز للتكنولوجيا في الشرق الاوسط وافريقيا وفخور بالعمل لتدريب العاملين بها حقيقه لم اشاهد مركزا لتدريب باكاديميه بهذا التطور الكبير وشاهدت دعما كبيرا من الهيئه واؤكد اننا نتعامل كشركاء وليس كمورد خاصه وان الاقتصاد المصري ينمو بشكل سريع نجاحات مستمره برؤيه علميه متطوره تواصل بها الهيئه العربيه للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي وبما يتناسب مع اهداف الجمهوريه الجديده التي تعطي دائما اولويه للاستثمار في العنصر البشري حصول اكاديميه الهيئه العربيه للتصنيع على شهاده الاعتماد الدولي من كبرى الشركات العالميه يعكس المستوى المتميز الذي وصلت اليه الهيئه في تقديم برامج تدريبيه للعاملين باعتبارهم العمود الفقري لتحقيق التنميه من مقر الهيئه العربيه للتصنيع محمد الخطيبه التلفزيون المصري وفي سوق المال حيث انهت تعاملات اليوم منتصف جلسات الاسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعه بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والاجانب للبيع وسط تداولات بلغت ثلاثة وأربعة من عشرة مليار جنيه وربح راس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 184 عشر من ألف تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي اكس 30 بنسبه 52% بالمئة ليغلق عند مستوى 26 20973 نقطة كما صعد مؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 5905 نقاط وقفز مؤشر إي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 86% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة وفي أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت من في المائة لتصل إلى 78.16% دولار للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% من يصل إلى 4 وسبعين وخمسة من مئة من مائة دولار للبرميل كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة ثمانية من مئة بالمئة لتصل إلى اثنين وسبعة من مئة دولار للتر هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد وثلاثة من عشرة بالمئة لتسجل اثنين من عشرة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية توقعت مجموعة ميرسك الدنماركية العملاقة للنقل زيادة أرباحها خلال عام 2024 بما يصل إلى ثلاثة مليار دولار عن تقديراتها السابقة، نظراً لارتفاع تكاليف الشحن البحري في ظل هجمات قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وأوضحت ميرسك أنه على خلفية الاضطراب التي تسببت به الأزمة الراهنة في البحر الأحمر، إضافة إلى استمرار الطلب المرتفع في سوق الحاويات. ترصد المجموعة حالياً ازدحامات إضافية في المواني وزيادات إضافية في تكاليف الشحن هذا وأشارت المجموعة إلى أنها باتت تتوقع تحقيق أرباح أساسية قبل احتساب اقتطاعات كالفوائد والضرائب تتراوح بين سبعة و مليار دولار في 2024